هل يعني في اختلاف كتير جدا على هذا الموقف، هل الانسحاب هو الحل؟ يسأل في ذلك يسري لا فوزي احنا بنتكلم يعني. بشكل عام، يعني هل النهارده الاعلامي، الاعلامي هو كما هو ايا كان في وظيفته، مثلا انا دكتور، حلو، زي ما احنا بنتكلم على فكره الطبيب اللي بيعتصم فبالتالي بيوقف حال الناس، هل بالعكس بقى في مهنه زي الاعلام وفي شخصيات يكون لها بكل الاحترام ولهم مهمه، تمام، هل بيكون انسحاب هو الحل لتسجيل هذا الاعتراض، ولا هي دي مثلا نوع من انواع؟ عايز اضيف على كلام شريف كمان، هل لو ده موجود يعني انا دوري ان انا اتكلم، لو اتمنعت من الكلام هل اطلع برضو اتكلم؟ لازم تتكلم. وانا هعيد لك السؤال يا شريف، ويعني ساتبادل معاك الدور. يعني انت لو حصل لك ده تعمل ايه؟ لو انا حصل لي ده هطلع على الهواء اقوله، على الهواء، مش ده يعني مش هنسحب، هطلع على الهواء اقوله وبعدين هقول يعني شوفوا لكم حل. يعني انا ده برضه ده حل كويس، لكن هل كان متاح للاستاذ يسري ولا امر لا؟ واقع. ما لا انا احنا اعرفش بنتكلم بشكل يعني. عام، انا قلت انا بتكلم على لا هو المحدث، بنتكلم بتكلم بشكل عام بشكل عام لان بشكل دي عام رساله، احنا النهارده في اعلاميين صغيرين يعني بيكلمنا في جامعه لسه، طبعا دي في رساله اعلى ممارسات بالنسبه في لنا. العالم كله، في انت يعني الممارسات في العالم، في ناس فاهم بتطلع تفضح ما يحتم، تتكلم عنه، تتكلم عنه عبر نفس الاستوديو اللي تشتغل فيه، اذا ما تمش ده او كان من الصعب فبتكتب ده. احنا هنلاحظ هنا يمكن انه في مؤامره بالصمت على ما حدث لاسر فوضي، لم يتم تناول الحدث بالصوره وبالدرجه الواجبه، يعني تم لا بأي الموضوع شكل، على أي مستوى؟ لأن على المستوى الإعلامي اتفضل كان في رد فعل كبير جدا من وفي يوم تضامن كبير جدا من يعني الصحفيين التضامن، المهمين زي يعني إبراهيم عيسى وغيرهم. التضامن في شكل كتابه مقال، انا أمال إيه المطلوب يعني بالتضامن؟ ممكن يبقى في وقفه احتجاجيه للعاملين في التلفزيون، في التلفزيونات بشكل عام. وده يرجع ارجع لقضيه ايه بقى اللي كنت بتكلم فيها إحنا من جانا قلنا مش شويه، عايزين نوقف اللي الشغل. فكره ايه حضرتك، فكره ان يكون في نقابه. وبعدين بقى ما تخافش من حكايه احنا نقف شغل ليه، ده احنا هنطلع الساعه 12 نعمل وقفه احتجاجيه في مكان ما، ماشي، نتضامن مع الزميل الذي، لكن تمام، الوقفات الاحتجاجيه بقت بتقابل بمنتهى الـ يعني فعلا، يعني بغض النظر عن جدواها او عدم جدواها، بقى في ارهاق، المجتمع ارهق من الوقفات الاحتجاجيه وبقت فقدت مغزاها بشكل كبير جدا، بس ما عندوش فده ما حل بقاش تاني حل. غيرنا يعني. اصل كلامك يعني جزء فيه صحيح وسليم، ولكن المشكله الوقفات الاحتياجيه او الاعتصامات او الاضراب بتتم ليه؟ لان مفيش قنوات تانية ومفيش استجابه، بالظبط يا فندم، يعني لازم يكون مفيش حل تاني. مفيش حل تاني، بس ولا مثلا في وده حل بيحصل هو كل طلع بيه، يعني اللي هو انا القرار مثلا انا قرارة معك، الشعب يريد مثلا، انت هنخش ده حل. نسيب الاعلام ونخش في الطب شويه، انت ذكرت موضوع الاطباء، طب الاطباء يعملوا ايه لما طبيب يعيش بمبلغ مش عارف 350 جنيه ولا 400 جنيه؟ ازاي يعني؟ مش منطقي، او صح المعلمين او مش سواقين مش النقل منطقي. او ما وبعدين انت ما اديتوش امل. المشكله احنا بعد الثوره مشكلتنا ايه؟ ان الحكم الجديد بعد الثوره لم يمنح المصريين املا، ده صحيح يا الحين فندم. امل والله، يقول له والله بعد سنه هرفع مرتبك، بعد 6 اشهر هعمل كذا، لكن ما تطلبش المستحيل من الناس. وفي واحد قال كلمه وكتب فيها انه مثلا ما تصورش واحد بياخد 400 جنيه، طب هتدعمها؟ لو زي ما حضرتك قلت يا فندم، انا قدمت مشكلتي دلوقتي للحكومه مستنيه رد، فالرد ادوني جدول زمني، والله انا هرفع مرتباتكم كمان سنه، والله اللي هيشتغل كذا كذا، يعني يبقى في حوار ما بيننا وما بين الناس، لان اللي كنا بنفتقده في النظام القديم ان الناس بتتكلم ومحدش كان بيسمع وبيطنش، فدلوقتي احنا بنحاول نفتح كلنا مع بعض مجال مهم الحوار، الحوار فده اللي المصريين طالبينه، ان يبقى اول في حاجه. حوار والناس ترد عليهم، عشان خلاص بقى، لكن يعني في اكشن بيحصل لكن ما فيش رد فعل، فاكيد لازم هيكون في احنا تصعيد. انا معاك تماما، احنا في حاله من تراجع الحوار المجتمعي، عدم تفعيل الحوار المجتمعي. يعني كان في محاولتين اتعملوا ايام الدكتور يحيى الجمل في حياة الحوار الوطني والحوار القومي، طبعا كان في تعثرات فيها، وكان من الخطا ان الحكومه هي اللي تقوم بالحوار. انا هديكم نموذج موازي اتفضل. لنا، التجربه التونسيه، ونامل ان نتائج الانتخاب الاستفتاء تكون طيبه ان شاء الله. ان شاء الله. تونس بلد الهمت الربيع العربي وكانت هي الطليعه. تونس في حاله ماشيين على الطريق الى حد ما بطريقه صحيحه، يعني اولا ماسسهم الحوار الوطني القومي او الحوار المجتمعي، عملوا لجنه مؤسسه للحوار القومي، وعملوا الدستور، وعملوا ده الدستور، لا لسه الدستور لسه بيعملوا تشكيل لجنه تشكيل، اوكي. الانتخابات، وعملوا ايضا لجنه عليا لاعاده هيكله الاعلام المرئي والمسموع، وده اللي انا عايز اتكلم عليه بقى، ان اتعملت لجنه عليا. احنا عملنا ايه؟ احنا للاسف جبنا الوزاره، رجعنا التشكيلات القديمه بتاعت الاتحاد الاذاعه والتلفزيون. اتحاد الاذاعه والتلفزيون ده معمول من اكتر من في تشكيله في تركيبته معمول من اكتر من 30 سنة. يعني أكثر من يجب 30 سنة. استحداث مؤسسات وقوانين جديدة دائما، واقترحنا من أكثر من مرة تشكيل لجنة عليا للإعلام. هذه اللجنة
تشكل من شخصيات مستقلة تقوم بعملية يعني مراجعة بقى القوانين والنظم ووضع قواعد. احنا عدم الاستجابة لهذه المقترحات وعدم تشكيل لجان لإعادة يعني هيكلة الإعلام المصري والإعلاميين وعدم برضو تشجيع الإعلاميين على تشكيل نقابات مستقلة لهم بيؤدي إلى ما يسمى أو ما يظن أحيانا أنه فوضى ولكنها حرية غير مؤطرة. أكيد. طب حضرتك يا فندم مع وجود وزارة الإعلام ولا مع تحويلها إلى هيئة؟ عشان في بعض الآراء بتنتج. لا إيش إلا حكيت أنا طبعا ضد تماما وجود وزارة الإعلام تمام ويعني وزارات الإعلام لا توجد إلا في الدول الاستبدادية لأنها بتتحول إلى شكل من أشكال الدعاية السياسية للنظام القائم وللحكومة. تمام. أخيرا لو كنا لو احنا بنمسح كده ونبتدي من أول وجديد ما هو شكل الإعلام اللي مفروض تكون عليه الإعلام في مصر؟ يعني كويس ودورنا احنا كإعلاميين برضه عشان نبقى يعني طبعا كان مفروض يبقى شكله زي بصحى الصبح كده افتح التلفزيون يلاقي ايه مفروض لا هو المفروض يكون التلفزيون اللي هو احنا عندنا وده شيء مهم واجب الحفاظ عليه فعلا اللي هو انتم من الاتحاد الإذاعة والتلفزيون يجب الإبقاء عليه ولكن مع تغيير في بنيته وظائفه وفلسفته ودوره بحيث يتحول إلى هيئة مستقلة على غرار البي بي سي يعني يمول من دافعي الضرائب في مصر لا يخضع للحكومة يخضع في تشكيل في تشكيلاته القيادية لمجلس الشعب المنتخب يعني مجلس الشعب المنتخب هو الذي يسمي أو يقترح أيضا أنا كنت اقترحت بعض التصورات وكثير من الزملاء الإعلاميين والخبراء اقترحوا تصورات منها مثلا أن يتم انتخاب رؤساء القنوات أو رؤساء الصحف انتخاب ويكون يعني بحيث يكون مجلس إدارة الصحيفة مكون من نسبة ينتخبها العاملون ونسبة يعينها مجلس الشعب المنتخب وبحيث يشارك في هذا المجلس الإدارة ناس من المجتمع المدني وناس مستقلين وخبراء إعلاميين والإعلاميين أنفسهم المنتخبين بهذا الشكل يمكن أن نضمن استقلال الإعلام بحيث يكون الإعلام إيه؟ الإعلام يكون خدمة عامة متجاوزة السلطة بمعنى أنها غير تابعة للسلطة ولكن تعمل على تحقيق النفع العام والصالح العام. سريعا جدا جدا هل السوشيال ميديا او الاعلام اللي هو الاجتماعي اللي هو اللي بيعمله احنا الناس بقى هو اللي هياخد مكان الاعلام السوشيال ميديا السوشيال ميديا ده طبعا مهم جدا واحنا بنسميه كمان اللي هو سيتيزن ميديا اللي هو اعلام المواطن او سيتيزن جورناليزم وده ممكن نبقى نتكلم فيه مره تانية ده فعلا في تحديات ورهانات كثيرة عليه طبعا وعمل دور كبير جدا في ثورة 25 يناير عمل دور كبير جدا في تونس وما زال في فيسبوك وتويتر وكل أشكال الانتر أكتف كوميونيكيشن والسيتيزن ميديا أو سيتيزن جورناليزم هي ده والأونلاين جورناليزم هو ده لحد كبير المستقبل طبعا. لكن ممكن يحصل فيه نوع من التكامل ده يعني في الحقيقة رهانات كثيرة وله دور كبير. دكتور محمد شومان عميد معهد الإعلام بأكاديمية شور نورتنا يا فندم وأكيد هيكون لنا لقاء تاني فعلا عشان نتكلم على السوشيال ميديا ودورها في مجتمعنا ودورها في المستقبل كمان لينا احنا كإعلاميين. شكرا جزيلا. كاميرا نهارك سعيد كانت موجودة في كلية الفنون الجميلة بالزمالك وكان في هناك معرض سنوي لمشاريع التخرج للطلبة للسنوات النهائية ضم المعرض أعمال مختلفة من جميع الأقسام.